أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم المدرسة ولاء المهدي من مدرسة عبد القادر أرناؤوط ومعي تلاميذ الصف الخامس. بدنا نتعرف عليكم. سارة أبو عاطوق، زيل الحجار، جنى جليلاتي، ريماس اللو، يمان أغواني، سيلين حافظ. أهلا بكم، والآن سنشاهد هذا الفيديو. حسنا، لماذا تلعبين بمفردك؟ ألا تحبين أن تشاركي المجسمات الهندسية في اللعب؟ أنا أختلف عن المجسمات الهندسية، فأنا ليس في وجهي ولا عظمي ولا ما أنا أحب بالرأس. بل أنت مميزة جدا، وحياتنا اليومية مليئة بأشباه من الفرات، فأنت لك شأن كبير في عالم الرياضة، فقد وصلتي للعالميات. شكرا شكرا يا صديقتي، لقد أعدتك نفس بنفسي. كيف حالكما يا صديقي؟ لقد شد انتباهي طلبكما مخاطبكما كثيرا، فهل من الممكن ان اعرف السبب؟ اولا سوف نخبرك بخصائصنا وسوف تحكمين بنفسك. انا المحروم، لي راس واحد ووجه واحد دائري وليس لي احد. لي 1005 رؤوس و800 عقل و50 اوجه، احدهما مربعه والبقيه متلازمه الشكل. يا لجمالكما، يوجد شبه كبير بينكما. نعم، كثير من اصدقائنا من لا يفارق بيننا، فاحببنا ان نتحدث عن خصائصنا لكي نبرز افضل الاختلاف، ولكننا نحب بعضنا كثيرا لاننا نتشابه نوعا ما. شكرا شكرا، لقد وصلت للنتيجة التي أبحث عنها، وهي أنني أنا وصديقاتي دائما ما نخلط ما بين الهرم والمقروء. سألت يا الهرم تذكرني بالأهرامات المصرية، وأما المقروء فأتذكر دائما حفلاتنا وفقاعات الحفلات. كيف حالك أيها الفاعل؟ هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟ تفضل. لماذا أراك دائما منافسا للمجسم الهندسي متوازي المستطيلات؟ أنا ما سأجيب بيدي. صديقة الحمير، وأخذت مني كل صفة عدا صفة واحدة، فأنا متكحل. الآن له 12 حرفا و8 رؤوس و6 أوجه، ولكن الاختلاف أن أوجهه مستطيلة وأوجهه مربع. فعلا تتشابهان لدرجة كبيرة، شكرا لهما. يكفيك أيها المكعب شرفا أنك تشبه الكعبة المشرفة قبلة نصفه، وأنت يا متوسط المستطيلات موجود في كل مكان، قد لا يكن مكانه فيك. أنت تشبه عدة الهدايا وعدة المناديل، واو واو الكثير الكثير، شكرا لكما. كيف حالك يا صديقتي؟ هل تتوقع إلى أنت لكي تحدثيني عنك؟ أنا الأسطوانة، لي وجهان دائريان فقط، وليس لي أحرف ولا رؤوس. شكرا شكرا يا صديقتي. والآن بعد أن استمعنا إلى هذا أو شاهدنا هذا الفيديو، هناك في محيطنا العديد من الأشياء والأبنية تشبه أشكال هندسية، مثل ماذا؟ يمان؟ الكعبة الشريفة مثل المكعب. المكعب. سيرين؟ الهرم مثل الهرم الرباعي. أهرامات مصر مثل الهرم الرباعي، أحسنتي. أيضا سارة؟ المكعب متوازي المستطيلات تشبه الصناديق. أحسنتي. علبة المناديل أو الصناديق هي كلها تشبه متوازي المستطيلات، رائعة. أيضا زيد؟ قبعة الاحتفالات تشبه المخروط. رائع، قبعة الاحتفالات هي المخروط. أيضا الأسطوانة تشبه العلب الأسطوانية. العلب الأسطوانية مثال هنا القهوة. أحسنتم، ماذا نسمي كل هذه الأشكال في الهندسة وهذه الأشياء الأبنية؟ أطلق عليها اسم في الفيديو، ماذا نسميها سيرين؟ المجسمات. إذن عنوان درسنا اليوم هو المجسمات. المجسم الأول قلنا القبعة احتفال، قبعة الاحتفال ماذا نسميها؟ المخروط. أحسنتي، المخروط. إذا الشكل الأول هو المخروط. عربة القهوة ماذا نسميها؟
ما اسمها المجسم؟ زيت؟ الاسطوانة. احسنت. اذا الشكل الثاني هو الاسطوانة او المجسم الثاني هو الاسطوانة. احجار النرد او كمان ورد في فيديو الكعبة المشرفة ماذا تشبه من المجسمات؟ سارة؟ مكعب. احسنتي. اذا الشكل الثالث هو المكعب. مكعب. عن اهرامات مصر ماذا ندعو هذا الشكل او هذا المجسم؟ جنى؟ الهرم الرباعي. احسنتي. اذا الشكل الثالث الرابع وهو الهرم الرباعي. وعلبة المناديل او الصناديق ماذا تشبه من المجسمات؟ ديماس؟ متوازي المستطيلات. احسنتي، رائعة، متوازي المستطيلات. اذا من يعد لي هذه المجسمات؟ يمان؟ المخروط، الأسطوانة، المكعب، الهرم، متوازي المستطيلات. أحسنت، رائع. والآن هذه المجسمات تقسم إلى قسمين، بعضها لها أحد السطوح هي عبارة عن سطوح منحنية، ومجسمات جميع سطوحها مستوية، تقسم إلى قسمين، مجسمات متعددة السطوح أي جميع الأسطح هي عبارة عن سطوح مستوية. لا يوجد سطح منحني مثل يمان المكعب الهرم الرباعي ومتوازي المستطيلات. أحسن، جميع هذه المجسمات متعددة السطوح أي سطوح جميع سطوحها مستوية. أحسن، رائع. وهناك مجسمات بعض سطوحها مستوية، يوجد فيها سطوح مستوية ولكن يوجد أيضا سطوح منحنية مثل ماذا؟ سارة؟ المخروط والأسطوانة. أحسنتي، المخروط والأسطوانة. إذن نصنف المجسمات إلى قسمين، مجسمات متعددة السطوح جميع سطوحها مستوية، ومجسمات بعض سطوحها منحنية، يوجد فيها سطوح مستوية وأيضا يوجد فيها سطوح منحنية مثل المخروط والأسطوانة. أحسنتم. الآن ما اسم هذا المجسم؟ مكعب. أحسنتي. نسمي هذا، ماذا نسمي هذا؟ السطح. السطح، أحسنتي. ماذا نسمي هذا؟ حرف. حرف، أحسنت. ماذا نسمي هذا؟ جنى؟ رأس. رأس، أحسنتي. هذه الأسطح التقاء سطحين يدعى حرف. التقاء ثلاث حروف او اكثر، حرف، اثنان، ثلاثة، التقاء ثلاث حروف ماذا يسمى بالحرف؟ رأس. رأس، رائع. اذا نسمي هذا حرف، التقاء سطحين يسمى حرف، التقاء ثلاثة احرف يسمى رأس، ويدعى هذا سطح او وجه. نبدأ بالمكعب. صار بعد ان تعرفنا على السطح والرأس والحرف، عددي لي السطوح. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. أحسنتي، كم رأس؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذن له ثمانية رؤوس، للمكعب ست سطوح وثمانية رؤوس. كم حرف؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر. رائع، رائع يا سارة. إذن المكعب له ثمانية رؤوس، اثنى عشر حرف، وست سطوح. رائعة. الشكل الثاني أو المجسم الثاني، زيد عدد لي كم سطوح؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. ستة، كم رأس؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. رائع. كم حرف؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر. احدى عشر؟ اثنى عشر. اثنى عشر، رائع. إذا
متوازن المستطيلات له 8 رؤوس و12 حرف و6 سطور. ماذا تلاحظ؟ ما بين المكعب ومتوازن المستطيلات، هل هناك شبه؟ نعم. لماذا الشبه؟ يما الشبه انه متوازن المستطيلات والمكعب. ما هو الشبه؟ المكعب له 8 رؤوس والمتوازن المستطيلات له 8 رؤوس، لهما نفس الخواص في عدد الرؤوس وعدد الأصبع وعدد الأحرف. الأحرف، أحسنتم. طيب ما هو الاختلاف بين المكعب ومتوازن المستطيلات؟ زيد، المكعب، المكعب سطوحه مربع، أما المتوازن المستطيلات فوجوهه مستطيل. مستطيلات. نلاحظ أن المكعب هو عبارة عن سطوح شكلها مربع، وهذه المربعات ما صفتها في المكعب سارة؟ جميعها لها نفس القياس. أحسنتي، طبوقة، هذه السطوح هي عبارة عن مربعات طبوقة. أحسنتم. أما المتوازن المستطيلات له أوجه ما شكلها ريموس؟ له أوجه شكلها مستطيل. أحسنتم. إذا نفس الخواص ولكن يختلف شكل السطح. الآن مع الهرم الرباعي. تفضلي يا جنو. هذا المجسم ما شكل القاعدة؟ شكل على شكل مربع. مربع فقط؟ ما شكل القاعدة؟ فقط مربع تكون؟ لا. شكل القاعدة؟ هذه مربع. شكل القاعدة اليوم؟ شكل رباعي. أحسنتي، القاعدة تكون شكل رباعي، مربع، معين، متوازي أضلاع، مستطيل، شكل رباعي القاعدة. هنا معك هي مربع، أحسنتي، ولكن القاعدة في الهرم الرباعي شكل رباعي. عدي لي الرؤوس. 1، 2، 3، 4، 5. رائعة، كم وجه؟ 1، 2، 3، 4، 5. ممتاز، كم حرف؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أحسنتي، إذا للهرم الرباعي 5 رؤوس، 8 أحرف و5 أسطح. رائعة. المجسم الرابع، الهرم الثلاثي. ما شكل القاعدة قاعدتها ثلاثية. ثلاثية أو مثلث. أحسنتي، الأوجه الجانبية على شكل مثلث. رائع يا إذا الهرم الثلاثي شكل القاعدة هي مثلث، ولدينا أوجه جانبية هي مثلثات. كم وجه؟ 1، 2، 3، 4. أحسنتي، كم رأس؟ 1، 2، 3، 4. كم سطح؟ حرف أمسك. نعيد، كم رأس؟ عيدي لي. 1، 2، 3، 4. أحسنتي، أحرف؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. رائعة، كم سطح؟ 1، 2، 3، 4. رائعة، إذا الهرم الثلاثي يكون شكل القاعدة هي مثلث، والأوجه الجانبية مثلثات كما رأينا، وله 4 رؤوس، 6 أحرف و4 أسطح. انتهينا من المجسمات المتعددة السطوح. نلاحظ جميع سطوحها شبه مستوية. مستوية. يوجد سطح محني؟ لا. لا يوجد. لا يوجد. والآن سننتقل إلى القسم الآخر من المجسمات، وهي المجسمات التي بعض سطوحها مستوية وبعضها الآخر منحنية. مجسمات يوجد فيها سطوح مستوية ويوجد فيها سطوح منحنية. نبدأ بالمجسم الأول. تفضل يا ماما. ماذا نسمي هذا المجسم؟ الأسطوانة. رائع، الأسطوانة. ما خواص الأسطوانة؟ قاعدتها دائرتان. أحسنت، لديها قاعدتان، لاحظ، قاعدة من فوق، قاعدة من تحت. شلون قاعدتين؟ دائرتان، عبارة عن دائرتان. وسطح جانبي، ما الصفة التي تميزه؟ وسطح جوانبه مائل. مائل أو تسمية أخرى؟ منحني. منحني، أحسنت. نلاحظ أن له قاعدتان دائريتان مستويتان، سطح مستوي، ولكن هناك سطح جانبي منحني. منحني، أحسنت، رائع. والشكل الثاني أو المجسم الثاني؟ ماذا نسمي هذا المجسم؟ مخروط. رائعة، مخروط.
ما خواص المخروط؟ بماذا يتميز؟ له رأس واحد و وله قاعدة شكلها دائرة. أحسنتي. إذا له ما هو السطح المستوي؟ المستوي. المستوي هو. أحسنت. القاعدة التي هي دائرة والسطح المنحني. السطح المنحني. هو الجانبي. أحسنت. إذا لها سطحان، سطح مستوي وسطح منحني. لذلك تم تسميتها بمجسمات بعض سطوحها منحنية. يوجد سطوح مستوية ويوجد سطوح منحنية. دائرين. والآن مع لعبة الألغاز. سأعطيك لغز وستقوم بالإجابة عليه. أنا مجسم لدي قاعدتان هما دائرتان. من يحمل هذا؟ الإجابة ستكون للذي يحمل هذا المجسم. أنا مجسم لدي قاعدتان هما دائرتان. ارفع إيدك أنسى اللي يحمل هذه الصفة. مين؟ له قاعدتان هما دائرتان؟ كمان؟ الأسطوانة. أحسنت. الأسطوانة. إذا المجسم الذي لديه قاعدتان هما دائرتان هو الأسطوانة. المجسم الآخر. أنا مجسم لي قاعدة شكلها رباعي وخمس رؤوس. شكل قاعدة رباعي وخمس رؤوس. من هو؟ ديماس. الهرم الرباعي. أحسنت. الهرم الرباعي. أنا مجسم الأوجه الستة لي هي مربعات طبوقة. من هو المجسم الذي جميع السطوح هي مربعات طبوقة؟ زيد. المربع. من صحيح؟ المكعب. المكعب. الأسطح هي مربعات ولكن ماذا نسميه؟ المكعب. رائع. المكعب. المكعب. أحسنتم. والآن ستة. ستة أوجه. ماذا تمثل هذه الأوجه؟ مربعات. مربعات. أحسنت. من هو المجسم أوجهه ستة مربعات؟ يمان. المكعب. المكعب. أحسنت. إذا هذا المخطط هو المكعب. المكعب. المخطط الثاني. لدينا هذا المخطط. من يقول لي ما هي الأوجه؟ كم عددها وماذا تشكل؟ طيب. ست أوجه. ست أوجه. منها تشكل متوازن مستطيلات. ما شكل كل وجه؟ مستطيل. أحسنت. ست أوجه كلها مستطيلات. إذا سأحصل على مجسم ماذا نسميه زيد؟ متوازن مستطيلات. رائع. نسميه متوازي مستطيلات. إذا المخطط الأول عندما يكون جميع الأوجه مربعات سأحصل على مكعب. المخطط الثاني عندما تكون الأوجه مستطيلات سأحصل على متوازي المستطيلات. والآن من هو الذي يكون القاعدة شكل رباعي والأوجه الجانبية مثلثات؟ من هو؟ جنى. الهرم الرباعي. أحسنتي. رائعة. هذا المخطط أستطيع من خلاله أن أحصل على مجسم هو الهرم الرباعي. وأخيرا المخطط الأخير. هذا المخطط شكل القاعدة مثلث والأوجه الجانبية مثلثات. من يقول لي ماذا يمثل هذا المخطط؟ ديماس. الهرم الثلاثي. رائعة. هرم ثلاثي. والآن سأطلب من كل مجموعة، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، أن تقوم بصنع هذه المجسمات. حسنا. زيد تسعى لنا مع أصدقائك الهرم الرباعي والهرم الثلاثي. ابدأوا بالهرم الرباعي ثم الهرم الثلاثي. يلا مع أصدقائك وأصدقائك.
بس شوي تعدي تاكل لك تاعي في ماس لا خلص سويت لك لا سويته له شي ثاني خلص اي حطي حطيهم بالعرض وهم بالعرض واحدة هون انتهينا حطيهم بالعرض 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 والآن سارة عرف فينا بنفسك. أنا الهرم الثلاثي لي أربعة رؤوس وأربعة أسطح وستة أحرف. أحسنتي ستة أحرف. عرفنا بنفسك. أنا الهرم الرباعي لي خمسة أسطح وخمسة رؤوس ثمانية أحرف. أحسنت ثمانية أحرف. عرفينا بنفسك. أنا المكعب لدي ستة أسطح وثمانية رؤوس واثناشر حرف. اثنا عشر حرف. أحسنت. عرفنا بنفسك كمان. أنا المستطيل لدي ثمانية رؤوس واثنا عشر حرفا وستة سطوح. أحسنت رائع. شكرا لكم.